زيادات كبيرة لا خلاص انتهى امر، انتهى وقت الجراحات اللي بدون بنك. احنا قعدنا 30 سنة ما نحركش انبوبة البوتاجاز ما بين 2 جنيه ونص، قعدت 30 سنة من سنة 82 لغاية سنة 2012 من 2 جنيه ونص عشان نرفعها ل 5 جنيه. انت عشان تعالج هذا التشوه بديت تعمل ايه؟ ما هو ده في الوقت ده ليه الأنظمة المتعاقبة، سواء كان النظام اللي كان موجود لغاية 2011 أو لغاية موجود 2014، ليه كان بيعمل كده؟ أنا في تقديري رشوة متبادلة ما بين الشعب والنظام. النظام بيقول للشعب أنا بحافظ لك، وهتلاقي النبرة دي أوقات يقول لك إيه يا سلام فين أيام مبارك، أيام ما كان البنزين مش عارف بكام والبوتاجاز بكام. طيب ماشي، بس إحنا عايزين نذكر برضو إن في هذه الأيام، انا ما اقصدش شخص، انا اقصد حقبه زمنيه، عايزين نذكر انه في هذه الاشخاص في هذه الاوقات في اكثر من 100,000 مصري ماتوا بالهجره الغير شرعيه، كان اشهرهم على الاطلاق الناس اللي ماتت على العبارات، ها اللي بالالف والالف ومئتين بني ادم. في عندنا 2 مليون حاله فيروس سي نشات من الفقر، في عندنا اكثر من 4 مليون حاله فشل كلوي نشات في هذا التوقيت، في عندنا انهيار حصل في منظومه النقل والمرافق، في عندنا انهيار حصل في منظومة التعليم. كل ده كان سببه ايه؟ انك بتاخد فلوس الشعب كلها على رأي زميلنا المهندس عبد الله غراب، قال لك احنا عاملين زي الاب اللي ولاده بيحبوا الشوكولاتة، فما بيقبض مرتبه اول الشهر بيجيب لهم بالمرتب كله شوكولاتة، وبقيت الشهر بيجوحهم. طب اذا حب ينور يعمل ايه؟ قال لك اضطر انه يولع في هدومه عشان يولع ينور له. احنا عملنا كده بالظبط اخر 10 سنوات، احنا اخر 10 سنوات من 2009 ل 2019 احنا حاطين 1300 مليار جنيه دعم للوقود، كان اولى بيهم التعليم والصحة والمرافق اللي انهارت. ها فانت النهاردة بتعالج تشوهات 30 سنة ويزيد، وكان سهل العلاج وقتها،